الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. صح جميل وعسل ما شاء الله ما شاء الله مظبوط صح الآيات مظبوط. طيب إن شاء الله تحدثنا عن ماذا يا محمد إن شاء الله؟ إن شاء الله عن حال المؤمن في الشدة والفرج. في الشدة والفرج ما هو دايما المؤمن كذا يا إما شدة يا إما فرج. أحسنت الله يبارك لك يا رب. تفضل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الفضلاء عباد الله، على المسلم أن يعلم أن حياته لا تخلو من حالين، من شدة أو فرج، من سراء أو ضراء، من ضيق أو سعة، من يسر أو عسر، فهما حالين لا تخلو منهما حياة، ولا ينجح في الاختبار والامتحان إلا المؤمن، لأن الشدة اختبار والمحنة اختبار والفرج أيضا اختبار من الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث سيدنا صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن بس. في الشدة بيصبر فبياخد أجر، وفي السراء بيشكر فبرضه بياخد أجر. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: الإيمان يبنى على الصبر والشكر، فنصف الإيمان صبر ونصفه شكر، وعلى حسب صبر المؤمن وشكره تكون قوة إيمان. فكل الناس مبتلى، والكل يمر بشدائد ومحن، لكن شدائد الناس وبلاءاتهم مختلفة، فمنهم من يمر بشدة نفسية، ومنهم من يمر بشدة اجتماعية، وثالث يمر بشدة اقتصادية، لكن بعد الشدة فرج، وبعد العسر يسر، بل مع العسر يسر. يقول ربنا تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. يبقى في عسر لكن في معه يسر. والنبي صلى الله عليه وسلم علشان حتة التعريف والتنكير دي قال: ولن يغلب عسر يسرين، لأن العسر واحد واليسر اثنين. فيقينا بعد الشدة فرج وبعد الضيق سعة، فلسوف يعود الغريب ويهتدي الضال ويفك العاني ويشفى المريض وينقشع الظلام، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. فبشروا الليلة، بشروا الليلة بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبال، وبشروا المهمومين والمكلومين والمكروبين بفرج عاجل غير آجل، يأتيهم في سرعة الضوء ولمح البصر. فمع الدمعة بسمة، ومع الحزن فرح، ومع الضيق سعة إن شاء الله. كيفوا أنفسكم مع أحوالكم حتى تخرجوا لذواتكم من أحوالكم زهرا اسمه الرضا بقضاء الله وقدره. المؤمن في حال الشدة عليه أن يصبر، وجزاء الصابرين لا حد له، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني ملوش نهاية. ولذلك يقول الأوزاعي رحمه الله: لا يوزن لهم بميزان ولا يكال لهم بمكيال، وإنما يغرف لهم غرفة. فالعطية مش محددة، لكن العطية على قدر الذي يعطي، فالذي يعطي الله، فما بالكم بالله
العظيم سبحانه وتعالى. سيدنا علي رضي الله عنه عزى رجلا رآه جزعا في مصاب عنده أو نزل به، قال يا أبا فلان إن صبرت نفذت فيك المقادير ولك أجر ما صبرت، وإن جزعت نفذت فيك المقادير وعليك وزر ما جزعت. فالمقادير هتنفذ، فأنت عليك أن تصبر في حال الشدة وعليك أن تشكر في حال الفرج. لأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر برجل في السوق يقول اللهم اجعلني من عبادك القليل، فقال يا فلان من أين أتيت بهذا الدعاء؟ جبت منين؟ فقال من كتاب الله، ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور، ألم تسمع إلى قول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالرجل قال اللهم اجعلني من عبادك القليل. فسيدنا عمر رضي الله عنه بكى وقال كل الناس أفقه منك يا عمر. والبلاء لتنقية المؤمن من سيئاته حتى يلقى الله وما عليه خطيئة كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمن يعطى ويكافأ على كل بلاء كبر أو صغر، حتى الشوكة كما قال صلى الله عليه وسلم. والبلاء لرفع درجة المؤمن، ليه؟ لأنه أحياناً يكتب للعبد درجة في الجنة لن يبلغها بعمل، أما يبلغها بإيه؟ يبلغها بالعمل، لكن مع شوية بلاء بقى يبتليه الله ثم يصبره على ما ابتلاه حتى يبلغ تلكم الدرجة العالية في الجنة. والشكر أيضا مطلوب، لأن الإيمان بينبني على الاثنين دول. الشكر مطلوب، والشكر ليس باللسان فقط. أحيانا بعض الناس يقول الحمد لله والشكر لله، لك هذا شكر باللسان، أما الشكر الحقيقي فهو استعمال النعمة في إتمام الحكمة التي خلقت لأجله. العين علشان تبص للحلال، والأذن عشان تسمع للحلال، والمال علشان ينفق في الحلال، ليس عكس ذلك أو ضد. المال لو أنفق في غير ما يرضي الله تبارك وتعالى هذا ليس شكر للنعم. فعلى الإنسان أن يصبر في بلائه، وعليه أن يشكر في عند الفرج والسعة. والله تبارك وتعالى يعني بصير بحال كل عبد، يعطي ويمنح سبحانه جل في علاه. والمؤمن عينه على الآخرة، الدنيا دي تحصيل حاصل، الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. فعود نفسك الصبر والرضا، وعود نفسك الشكر حتى تنال مرادك من الجنة الغالية. إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نسأل الله أن يرزقنا ويكون الصبر على البلاء والشكر في السراء والفرج. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.